السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hello everyone, I hope you're all doing well. Welcome to my channel. It's me, English with Maisa. مرحبا بكم في القناة تاعي, إن شاء الله تكونوا كامل بخير, صحتكم بخير ولا ريفيزيون تاعكم بخير بيان سور. اليوم جيتكم بفيديو جديد اللي إن شاء الله يفيدكم بزاف بزاف, وهو من أحد الفيديوهات اللي طلبتوهم بزاف بزاف. كما قلت لكم راني نسيين بطلبات ديالكم, دونك كما تفهمنا أنه بدينا سلسلة صغيرة تاع comprehension. السلسلة هذه لازم تشوفوها من هاد السلسله لازم تشوفوها من البدايه, ما تقدروش تبداو فيديو في نص في النص تاع السلسله, بيسك راهي متسلسله. بديت لكم بالفيديو الاول اللي هو فيديو تاع البارح, هضرنا على كيفاش نقراو التكست, كيفاش نقراو التكست, كيفاش نفهموه, كيفاش نفككوه, باش هكا كي نخضروا فيه على بالنا على واش راهو يهضر. وانا كيما تفهمت معاكم قلت لكم بلي انا لي سوجي جبتهم اوازار, ما قريت لو تكست الافونس, ما قريت لي كيستيون, ما والو. راني نديكوفري معاكم باش نبين لكم بلي اتس ايزي, It's simple. حبيت نبين لكم بلي حاجة سهلة وحاجة بسيطة. البعض برك يحب يعقدها, والله ما قريتهم معاكم برك اللي راني نديكوفري وراني نقرا معاكم كلش. دونك الى راكم في هاد لا فيديو نتوما ما شفتوش الفيديو الاول تاع كيفاش نقراو النص, روحوا شوفوا كيفاش نقراو النص وارواحوا نديروا التمرين تاع ترو فولس كيف كيف. دونك الفيديو تاع اليوم هو نعلمكم كيفاش ديروا ترو فولس بطريقة سهلة وبسيطة, وباذن الله تديو كامل العلامة الكاملة. هيا تبعوا معايا. كما قلت لكم نبداو نخدمو بلي دو سوجي اللي خدمنا فيهم بيهم في الفيديو تاع البارح. درنا هذا السوجي تاع ancient civilization, ودرنا سوجي تاع سوا ethics سوا safety first, نسيت to be honest. دونك دوك نشوفوه هنا باش نبين لكم بلي صح درتو معاكم, يعني ما قريتهم الافونس, ما حليتهم, ما والو. المهم هاي نبداو اليوم الدرس هو نفهمو كيفاش نديرو التمرين تاع true false كيف كيف. الو الجمله الاولى واش قالوا لنا؟ Egyptian archaeologists found toujours سطرو الكلمات المفتاحية. علاه؟ خاطرش هما في true false يلعبوا لكم بالكلمات, سواء يعطيك سينونيم, سواء يعطيك الاوبوزيت, سواء يعطي لك جملة المعنى تاعها متقارب, تخش يسيي يتلاعب لك في هاد الكلمات. Found, انا نسطرهم هاد الكلمات باش نولي نقارنهم مع التكست. Egyptian archaeologists found a buried city in Minya. هكذا قال لك لعلماء الآثار المصريين, لقاو مدينة مدفونة في مينيا. أنا نعاود نولي للتكست تاعي تم نسيت كي هضرت على مينيا. علاه؟ شوفوني هنا هضرت على مينيا, تم نلقاها, ما نقعدش نحوس وكامل, خاطش علاش سطرت عليها. هاملك archaeologists in Egypt have discovered huge cemetery. هادي قريناها وكامل. شوفوا الجملة الدوزيام واش تقول لك, نقطة الجملة الدوزيام. The 2000 year old necropolis was found, هاي عندنا found near مينيا. تسمى necropolis لقاوها قدام مينيا. دوك حنا وشنو هادي necropolis؟ اسكو سيتي, اسكو مدينة, اسكو وشنو هادي necropolis؟ انا كنت شاطرة عرفت بلي necropolis هي a huge cemetery. شتو تشفاو اللي داروا معنا الفيديو الاول, نيكروبوليس هي هيوج سيميتري اللي هي مقبره كبيره. تما اسكو سيتي؟ نو, سيميتري ماشي مدينه. لقاو مقبره, دونك فوس. شتو كيفاش لقيناها؟ تم هنا راني نشرح لكم, طولت وكان وحدي راني درتها في 2 سكوند. علاه؟ خاطرش التكست تاعي راهم فكك تري تري بيان. تم نلقى الاجابه, ما نبقاش نحوس. Work on the site started few years ago. Donc work started few years ago. تما الخدمة بداوها عندهم ديزاني شوية, كاش 2 ans 3 ans هما راهم يخدمو. هنا نحبط هادي, لا هاليك. Archaeologist started, شوفوا started, هاي كلمة started بداو يحفرو late last year. تسمى العام اللي فات في لافان, هما قالوا لي few years ago, late last year, few years ago. فو ما عندهمش بزاف, بداو في لافان تاع العام اللي فات. تسمى هادي تاني تفوس. It was supposed that tooth invented writing. وقتاش هضرنا على tooth؟ انا هاوليك شتوني كيفاش, وديروا في بالكم بلي والله ما قريت السوجي. tooth هضرنا عليه,
وش قلنا؟ قلنا هو كان الجود تعلمون والويزدم. اللي ما وش يفهم هنا يروح للفيديو الاول سيلفو بلي باش تفهموا تري بيان. قلنا بليتوث هو الجود الاله تاع القمر وتاع لا ساجيس الحكمه. وقلنا تاني بليتوث انفنتور. شوفوا كيفاش راني مسطره عليها انفنتور اوف رايتين. تسمى صحيحه سي فري. The tombs were empty. بعد هضرنا على the tombs وين راهم. راني سيغ نكون سطرت عليهم. هاي ليك لقاو شفتوني 8 tombs. شو كيفاش تمتم لقيتها ماشي قاعد نقرا كاع التكست. ومن بعد the tombs contain سما ماشي فارغين. يحتوي هنا قالك empty فارغ عطاني العكس. يحتوين على wealth of historic etc. تسمى ماشي empty donc false. وهنا نفهمو بلي عندنا false true false. اسكو فهمتو كيفاش ديرو true false؟ عليكم وعلى تسطرو الكلمات المفتاحية وتعاودو تولو التكست تحوسو عليهم اوكي. وديرو في بالكم بلي يديرو لكم جملة منا على البرومي باراغاف ابغ يكون هما تسلسل عندهم. وبعد الجملة الدوزيام تزيدو تحطو شوية تلقاوها هنا الجملة التوازيام هنا الكاتريام هنا. ما يقعدوش يغنجوا يطلعوا يحبطوا في الافكار. هما يمشوا بتسلسل الافكار هنا تفيقوا. شوفوا الاولى وين لقيناها؟ لقيناها هنا. الدوزيام لقيناها هنا. الثوازيام لقيناها هنا. الكاتريام لقيناها هنا. شفتوا كيفاش التسلسل؟ التسلسل يكون هكذا. فهمتوا هكا تسمى الاجابات لازم تكونوا اذكياء تعرفوا كيفاش يكونوا الاجابات. هذه كونسيرنون السوجي الاول. اي نروحوا السوجي الدوزيام. جوزو دوكا السوجي الدوزيام اللي هضرنا عليه هضرنا هدايا مخلط بين شوفوا هذا مخلط بين ethics و safety first. داكور بين ethics و safety first راهو مخلط. نهضروا على true false تاعو. كيما قلت لكم ما نعاودش نشرح كامل لو تيكست باسكو راني درت قوجا فيديو على كيفاش شرحنا التيكست وشرحناه فريمون تري بيان وقسمناه اكسيتيرا. تما سي فو بلي شوفوا الفيديو الاول باش هكا تقدروا ديروا معنا true false. نروحوا للاول. advertisers used honest ways to sell products. advertisers use honest. هاي ديك الكلمة المفتاحية تاعنا honest ways to sell product. حنا دابخي واش قرينا البارح فهمنا باللي راهم يديروا دي استراتيجي باش يبيعوا لنا وهما يكذبوا علينا ما يقولوناش الصح. دونك they are not honest. they are not honest false. توجو حوسوا على الكلمات المفتاحية advertisers employ. شوفي هادي راهي هنا الإجابة كما تفهمنا يروحوا توجو هكا. إجابة الأولى يدور هنا. إجابة الدوزيام هضر لي على famous people. تبعوا مليحة famous people راهم هنا يدوروا. شتو هاليك feature celebrity. كي نقولوا celebrity واحد celebre مشهور اللي هو famous people. شتو كيفاش عطاو لكم السينونيم to promote their products باش يديروا لا بيب لي برودوي تاعهم. سي فري صحيحة شو هضرنا عليها البارح. دوك نزيدو نحطو. شتو كيفاش التسلسل تاع الافكار ويحبط؟ دوك رانا هنا هادي فليناها. دوك رانا حاطين food labels. شفتو كيفاش كيتصبروا تم تصيبوها. food labels may deceive consumers. وشي يخيب املنا و سي فري باسكو يكتبونا امور ماشي صحاح. كما قلت لكم food labels may deceive consumers. سي فري يحبطنا المورال باسكو هما يكذبوا علينا ابري كي نعرفوا الحقيقه وشي يتلاعبوا بينا. دوكو اتس شو نروحو للخرا. نو فات هضرنا على شوفوا سبحان الله هاي نو فات ولو دوك شاني مسطره عليها ها هي واني دايرت لكم دويره كاع نو فات. اسكو راكم معايا كيفاش غنحطو في المعلومات؟ نو فات مينز نو اديشنال كالوريز تو اور ديلي كالوريك انتيك. نو فات شوفوا واش قالكم هنا. قالك means تسمى سي بون نو فات ايتيغال سوري نو فات ايتيغال نو اديشنال كالوريز. حبي يقول نو فات حبي يقول ما زدناكمش لي كالوري. نقراو هنا واش كتب لك. نو فات داز نوت نيسيسري مين تسمى ماشي لازم تكون عندها نفس المعنى انه ما زدناش الفات. دوكو هادي خطا. هو قالك لا تساوي هي نو. قالك داز نوت نيسيسري مين دوكو اتس فولس. اسكو فهمتوا معانا؟ اسكو فهمتوا معايا كيفاش درنا true false تاع هادي؟ الاولانيه قال لي honest وهنا كاع ما راهمش honest.
هنا famous people قال لي celebrity، هنا دي ستيف وهي not. What else هنا يا نوفات، هنا قال لي تساوي باللي ما زاد لي حتى كالوري، وهنا قال لك لا لا does not necessary mean 0 grams of fat. دونك نورمالمون ذاتس ات كونسيرنون ترو فولس. جيسبر تكونوا فهمتوا، جيسبر تكونوا فهمتوا كيفاش نجاوبوا على ترو فولس وجاتكم سهله. الى عندكم اي سؤال حول تمرين ترو فولس سيفو بلي اكتبوه لي في التعليقات، والى عندكم فكره اخرى زيدوا اكتبوها لي في التعليقات. نقول ونعاود بلي هاد السلسله لازم تشوفوا من الفيديو الاول وروحوا باش تفهموا معنا. الفيديو تاع غدوه ان شاء الله باذن الله يكون على هاو تو انسر كويستشنز. داكور، ثانك يو سو ماتش اند سي يو ان ذا نيكست فيديو ان شاء الله. باي باي.